لا حول الله برضو يا رب. احنا اللي اخبار يا ربيع والله العظيم. خلاص بقى هنعمل ايه؟ معلش بقى ان شاء الله ربنا يسهل. معلش ما احنا برضو فهمني عملنا ايه يعني؟ ما احنا معلش معلش كنا بنعمل ايه يعني؟ ما مش لاقيين حاجه نعملها خالص يا ربيع. خلاص بقى، ما انا قاعد انا وانت العيال شغالين وكله بيشتغل، وقاعد انا وانت قاعدين بننت في حواجب بعض انا وانت في الشارع. والله عندك صح، عندك حق، عندك صح. شوف من بس انت ليه فاهم ان حواجبي هنا يا ربيع؟ لا هي الفتله كانت واسعه بس فكان بتجيب اي حاجه في طريقها. ماشي. خيط عريض من اللي هو بتوع التريكو بتاع الطيارات ده. بقول لك إيه؟ ايه، من اخر بقى سيبك من الهري ده كله. العيال اول لما يجوا نقعد نقول لهم انتوا جامدين حلوين زي القمر، يدونا فلوس اسد الكارد اللي عليا. انت مجنون يالا؟ انت عايز تقول لهم ان انتوا جامدين؟ هيتنططوا علينا وهيركبونا، مش هنعرف نتكلم معاهم تاني. اي حد فيهم نشوفه نقول له ايه القرف اللي انت عملته ده؟ ايه المسلسل التعبان ده بتاع؟ عشان احنا ايه نفضل احنا الجامدين نلعبها احباط. وان شاء الله الكارد اللي عليك والشيكات اللي عليا هنطلع في العيد غارمين انا وانت، وان شاء الله ان شاء الله يا رب.